أقرت المحكمة الرياضية الدولية عقوبة إيقاف عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي 4 أشهر محليا ودوليا على خلفية الانضمام لسيون السويسري دون موافقة ناديه الأهلي. وخفضت المحكمة التعويض المالي الذي سيحصل عليه الأهلي من سيون إلى نحو 796 ألف يورو بدلا من 900 ألف يورو. وسينفذ الحضري عقوبة الإيقاف بدءا من الموسم المقبل، وهو ما يعني إمكانية إكمال مشواره مع فريق الإسماعيلي في بطولة كأس مصر، لكنه سيغيب عن أولى مباراتي المنتخب في تصفية كأس الأمم الإفريقية عام 2012 أمام سيراليون والنيجر، كما سيغيب عن بعض مباريات الإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا.